مساء الخير. أمامي هذه الليلة مجموعة من 19 تقريرا قد كتبت في ظرف بالغ الأهمية وبالغ الحساسية. أولا هو في سنة القلق، هو الظرف الذي تلا انتهاء رئاسة الرئيس ليندون جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية ومجيء الرئيس ريتشارد نيكسون خلفا له، وقد بدأ مهامه في البيت الأبيض بالضبط في بداية 20 يناير سنة 1969 اللي هي سنة القلق. هذه التقارير أمامي هي تقارير أولا بتثير اهتمامي، لأنه بعتقد أنها فيها مسألة مهمة جدا، وهي قدرة أداء، فيها وضوح سياسة، ثم أن فيها نظرة ثاقبة لدبلوماسي أنا بعتقد أنه يحتل مركزا فريدا في تاريخ الدبلوماسية المصرية، وهو الدكتور محمود فوزي. دكتور محمود فوزي في ذلك الوقت ذهب إلى واشنطن في الفترة التي استقرت فيها الإدارة الجديدة في الحكم في الولايات المتحدة، ومن هناك كتب 19 تقريرا. هو بقي هناك 3 أسابيع وكتب فيها 19 تقريرا بمعدل تقريبا تقرير كل يوم. هذه التقارير وأنا أراجعها اليوم، لا أراجعها فقط من ناحية أهمية الموضوعات وأهمية المناقشات التي جاءت فيها، لكنه أيضا أعرضها أو أتعود إليها تثير لدي اهتمام بمدى الكفاءة في أداء، وأيضا تثير لدي أنه هنا كانت في نظرة مبكرة أطلت على ظلال قادمة في الأفق البعيد لم تكن قد ظهرت بعد، لكنها فيما بعد لعبت أدوار مهمة جدا وخطيرة جدا في كل ما جرى فيما بعد. تثير أيضا هذه التقارير لدي نوعا من الشجن حقيقة، يعني لأنه تشعرني على طول من غير ما أبقى بتكلم لصالح حد أو أعرض بحد، تذكرني بالفرق الكبير جدا بين السياسة والسياسة، وبين رجال ورجال، وبين أداء وأداء. مش عايز أقول أكتر من كده، لكن هنا أنا هتكلم على مهمة الدكتور محمود فوزي وعلى بداية علاقتنا بالإدارة الجديدة جات لنا في الولايات المتحدة وهي إدارة نيكسون. وأيضا جاءت هذه الإدارة في لحظة شديدة الحرج، لأنه جونسون قبل نيكسون كان قد فعل بنا أو فعل معنا أشياء، بعضها كذب صريح، لأنه في ذلك الوقت هو بعت يقول لنا أنه هو مش هيرشح نفسه في الانتخابات وقدامه 6 أشهر في الرئاسة، كان في يونيو 68، وأنه في هذه الفترة رئيس حر من أي ضغط ويستطيع أن يتخذ موقفا عادلا فيما يراه. وكانت هذه أكذوبة، لأنه في نفس هذا الوقت ارتكب معنا جريمة في وسط غارات العمق اللي إسرائيل بدت تعملها آخر 68 وأوائل 69. هو زود القوة الجوية لإسرائيل ب70 طيارة سكاي هوك، وادها كمان 32 34 طيارة فانتوم، واللي ما كانتش حد خدها أبدا، حلف الأطلنطي ما كانش خدها. فعندنا رئيس أولا وقف سنة 67 موقف متواطئ في يونيو، وبعدين ساند إسرائيل، وبعدين كذب علينا في آخر أيامه أو حاول ولم يصدقه أحد، ثم ختم رئاسته بهذه الصفقة مع، وبعدين جاي رئيس آخر بدا لنا من بعيد أننا نعرفه، لأنه ريتشارد نيكسون. ريتشارد نيكسون علاقتنا كانت بدأت بيه في واقع الأمر من بدري أوي، لأنه هو كان مع أيزنهاور نائب للرئيس في أيام السويس، وبعدين قدام جون كينيدي دخل في منافسة على الرئاسة وفاز عليه جون كينيدي، وبعدها بشوية رأى نيكسون أن يطوف حول العالم. والرئيس الجديد كينيدي الذي فاز عليه بعث لنا خطابا أنا أشرت إليه من قبل، قال أنه منافسي في الانتخابات وهو شخصية مهمة جدا عاوز يطوف العالم وعاوز يجي مصر، ومن فضلكم اهتموا بي. وجاء ريتشارد نيكسون وما كانش في حاجة على حل تقديمها من كينيدي، لأن احنا كنا مستعدين فعلا للحفاوة به تقديرا لموقف أيزنهاور في السويس، لأنه وقف موقف ولو أنه لصالحه ولصالح أمريكا، لكنه كان موقفا ضد الدول المعتدية على وجه القطع.
فإحنا كنا مستعدين نرحب بيه، لكن جه الراجل وقعد معنا 10 أيام، وفي هذه ال10 أيام أنا كنت مضيفه الغير رسمي، لأنه بشكل ما كان في تصور إنه معايا وبعيد عن، لأنه الخارجية أو أجهزة أخرى لن تعامله بطريقة معقولة، وهو رئيس خسر ويبدو في ذلك الوقت أنه رجل بلا مستقبل سياسي. فأنا كنت مضيفه، وهو نزل في الفندق شيبرد، وأنا بعد ما وصل رحت شفته وقابلته، كان مع مراته باتريشيا وكان معاه بنتينه في ذلك الوقت، وبعدين جاء اتغدى معايا ببيتي، وبعدين رتبنا له روح أسوان، وراح أسوان وشاف شاد السد العالي، وكتب بعد ما رجع جواب لجمال عبد الناصر مبهور بالسد العالي، وبيقول عن روحه الجديدة الموجودة في مصر، وإنه كان يتمنى لو إنه الولايات المتحدة هي اللي موجودة في المساعدة على بناء السد العالي، لكنه لسوء الحظ الظروف مشت على نحو آخر. فهو رجل كنا نعرفه بالتأكيد يعني. وبالتالي لما جه، وأنا فاكر لما بقى رئيس، أنا فاكر في ذلك الوقت أنا كنت عازم في مصر صحفي مشهور في أمريكا جدا، هو ألسوب، جوزيف ألسوب. جوزيف ألسوب كان صديق بشكل كبير لعدد من أقطاب الإدارة. وبعدين لما انتخب نيكسون، إحنا بعتنا له الخارجية بالطريقة التقليدية، بعتت له برقية تهنئة، برقية تهنئة قدامي. وبعدين أما جاء ألسوب كان وأنا خدته معايا وقابل جمال عبد الناصر، بدأ يتكلم على الإدارة الجديدة، وإنه لا ينبغي أن نصدق إنه نيكسون رئيس جاي متحيز لإسرائيل. صحيح إنه معاه مستشار أمن قومي هو هنري كيسنجر، وهو يهودي، لكنه هو يؤكد لنا إنه كيسنجر لن يقترب بالشرق الأوسط. وبعدين أنا فاكر إنه قال للرئيس عبد الناصر وأنا موجود، قال له مستر بريزيدنت بيك إت فروم هير، ابدأها من هنا. فإحنا جنب البرقية في ذلك الوقت صدرت تعليمات بأنه تطلع بيان من وزارة الخارجية يقول حاجة إن إحنا بنرحب بالرئيس الجديد لأننا نعرفه وقد رأيناه من قبل، وهو كان مع إيزنهاور. وأيضا هنا قدامي البيان اللي طلع من الخارجية البرقية. رد الرئيس نيكسون برسالة أيضا أشار فيها العلاقات الحميمة اللي هو للزيارة الحميمة اللي هو زارها لمصر، ولقائه بجمال عبد الناصر، وكلامه عن السد العالي، وقال إنه يأمل في إنه إدارته تستطيع أن تحقق شيئا له قيمة في أزمة الشرق الأوسط. أضاف إلى هذا على طول إنه أبلغونا إنه الرئيس الجديد سوف يرسل بأحد أصدقائه، وهو الحاكم جوفرنر سكرانتون، وهو حاكم ولاية ويسكونسن، وهو صديق لنيكسون، لكي يزور المنطقة ويقدم له فاكت فايندينج ريبورت، تقرير بحقائق يراها هذا الرجل، وتقدم للرئيس. ولكن وضح لما جاء سكرانتون وقابل كل الناس في مصر، وضح أن لديه رسالة في نقطة أرادوا التركيز عليها قوي، والتركيز عليها في ذلك الوقت كان مهم قوي. هذه النقطة هي أدرجوكوا أنكم تعرفوا أنتم متطيرين بعض الشيء من أنه مستشار الأمن القومي للرئيس نيكسون هو هنري كيسنجر، لأنه يهودي ولأنه عنده آراء مسبقة موجودة وعنده انحيازات، لأنه هو على حال مش بس كان يهودي، يهودي كان في عاش تجربة ألمانيا النازية، خرج من ألمانيا النازية مع عيلته عمره 9 سنين أثرت فيه جدا، ذهب إلى أمريكا وفي الولايات المتحدة عمل حياة أخرى كأكاديمي ممتاز، وعمل نفسه اسم معين في مجال السياسة الخارجية وفي مجال المؤسسة الأمريكية. فسكرانتون بيقول لنا، وهذه هي النقطة الواضحة، أن الرئيس نيكسون رأى وهو مهتم بقضية، رأى أن يطمئن كل الناس إلى أنه قد أجرى توزيعا للاختصاصات في إدارته، وبمقتضى هذا التوزيع فإن مشكلة الشرق الأوسط واقعة في اختصاص وزارة الخارجية، ووزيرها في هذا الوقت صديقه ويليام روجرز وزير الخارجية، وهنري كيسنجر لن يقترب من أزمة الشرق الأوسط، ولكم أن تطمئنوا إلى هذا. ودي كانت تطمينات مبكرة، وعلى حال أنا أظن أنها أحدثت بعض جو من الارتياح. ما كناش في ذلك الوقت بنعرف هنري كيسنجر كفاية يعني، لكن كنا نعرف عنه أو بنعرف ما كتبه، لكن ما كانش حد عندنا
قادر في ذلك الوقت يضع هنري كيسنجر في موقعه الصحيح في حالة ما إذا تولى منصب يؤدي به إلى أن يكون له صوت مؤثر في توجهات الإدارة الأمريكية أو أي إدارة أمريكية. لكن أعطينا هذا التطمين ثم توقفت المسائل، توقفت المسائل لأنه بقينا محتاجين نعمل اتصال مباشر مع الإدارة الجديدة، عاوزين نشوف الرئيس نيكسون ونتكلم معاه بوضوح ونتكلم نبحث أشياء، لكن ما حدش عاوز ياخد برضو خطوة أولى قد تبدو تلهفا أو عجلة. لكن حصل في ذلك الوقت أنه الرئيس السابق دوايت آيزنهاور اللي كان نيكسون بيخدم معاه كنائب رئيس في وقت السويس توفي، وبدأ نيكسون يهتم بجنازة آيزنهاور جدا، لأنه كمان جنب قيمة آيزنهاور باعتباره كان رئيس في فترة متميزة من الرخاء والاستقرار والتقدم الأمريكي، أيضا كان قائد قوات الحلفاء المنتصرة قدام هتلر، وبالتالي العالم بدأ يكرمه في وفاته، وراحت وفي دولة تعزي فيه. وفي ذلك الوقت تقرر أن الدكتور محمود فوزي سوف يرأس وفدا يذهب للولايات المتحدة لكي يقدم واجب العزاء للرئيس الجديد على المستوى الرسمي والعام، وأيضا باعتباره قريب لأيزنهاور. وذهب دكتور فوزي. قدامي بقى في هذه اللحظة أنا هنا أريد أن أطل على كيف تصرف رجل في هذه المهمة وماذا توصل لي، لأن هذا الذي توصل إليه فوزي في هذا الوقت في اعتقادي لا يزال حتى هذه اللحظة مؤثر، لأنه أنا حيبان في الكلام، أنا مش عاوز أسبق السياق من غير داعي، لكن ألاقي فوزي بعد 19 تقرير، بعد طبعا قابل كل الناس، أول حد قابله قابل الرئيس نيكسون طبعا في مراسم العزاء وقعد معاه، وبعدين قابل ملك حسين، قابل وزير الخارجية، لكن شاف أنه لازم يقابل كيسنجر لأنه كان في حاجة لفتت نظره، فقابل كيسنجر وعمل تقرير، قابل نيكسون مرة تانية، قابل ملك حسين، قابل عمل انطباعات عن كل المقابلات اللي بيشوفها لغاية دلوقتي، عمل تقرير بتوصيات وهو موجود في واشنطن، عمل تقرير عن مقابلة مع نائب وزير خارجية ريتشاردسون وهو بعد كده بقى وزير خزانة، شاف يوثانت بطبيعة الحال وهو سكرتير عام الأمم المتحدة، شاف المندوب الفرنساوي المهم وزير خارجية فرنسا أو سكرتير عام وزارة الخارجية الفرنسية في ذلك الوقت هيرفي ألفان، وشاف مالك السفير السوفيتي، وشاف سفير الهند. لكن هنا أنا شايف فوزي عن كل مقابلة من هذه المقابلات كتب تقارير تلفت النظر. قدامي مش هعرض كل 19 تقرير لأنه لو عرضناها نقعد لغاية بكرة الصبح يعني، لكن أنا هنا هقتصر على بعض التقارير التي أرى أن لها. ألاقي التقرير الأولاني، البرقية جاية من واشنطن للسيد الرئيس بالدكتور محمود فوزي، استقبلني الرئيس اليوم على حدة عقب الاستقبال العام الذي أقيم في البيت الأبيض للوفود التي اشتركت في جنازة الجنرال آيزنهاور، وقد علمت أنه استقبل كذلك 11 من رؤساء الوفود إما واحدا فواحدا أو في مجموعات من اثنين أو ثلاثة. هنا في وزير خارجية، أنا بعرف أن وزراء خارجية يقابلوا الرئيس في استقبال رئيس دولة أخرى في استقبال ويبعثوا يقولوا أنه قابلهم لوحدهم وأنه قال وأنا شفت تقارير فيما بعد كثير قوي، شفت تقارير فيها من الخيال الروائي أكثر ما فيها من الحقائق، ومع الأسف الشديد فاتت. لكن ده هنا قدام واحد بيقول قابلني لكنه قابل غيري، وقابل غيري كثيرين. بعدين بيقول استقباله لي كان دافئا ومتفتحا، ستبدي الأيام مدى تعبيره عن السياسة الحقيقية المتحدة. أنهيت إليه تحية سيادتكم وعزاءكم إياه، وكان بالغ المجاملة وحياكم أحسن تحية، وذكر زيارته لمصر سنة 63، وقال إن ميسيس نيكسون مرات نيكسون يعني قابلت سيادتكم ولو أنها لم تحضر الحديث الذي دار بينكم. ثم وجه كلامه لروجرز وكيسنجر الذي كان حاضرا للمقابلة، وقال لهم حاجة عن ذكرياته في مصر أو ذكرياته اللي شافه عن جمال عبد الناصر وإلى آخره. بيقول له في الآخر بيقول له نحن نريدكم أن تعرفوا أننا في عهد جديد، ونريد أن نبدأ
بداية جديدة سويا. وبعدين بيقول له انه النهاردة احنا في مراسم العزاء ومش هديك الوقت الكافي اللي انا عايز اديه لك، فهل ممكن تستنى اسبوع في واشنطن لان انا ذاهب الى ابيلين مسقط رأس ايزنهاور وعشان الجنازة النهائية والدفن يعني، وهرجع بعد 4 ايام، فهل ممكن تنتظري؟ هتبقى في واشنطن؟ قال له هبقى في واشنطن. وبعدين انتهت المقابلة. لكن يلاحظ فوزي في البند 2 من الحديث بقى من هذا اللقاء، يلاحظ يقول سبق استق هو داخل يقابل ايزنهاور ووفود بتخش وبتطلع، قعد حوالي 10 دقائق في الصالون الانتظار، ولكن معاه ويليام روجرز وزير الخارجية، ولفت نظره انه كيسنجر جاء قعد معاه. وبعدين يلاحظ فوزي، وهنا في فرق بين دبلوماسي فاهم بيعمل ايه وبين حد بيألف، بيقول ايه فوزي؟ بيقول سبق استقبال نيكسون حديث مع كيسنجر، تلاه لقاء قصير مع روجرز، ثم دخلنا جميعا لنيكسون. لفت نظري ان كيسنجر لم يتحدث معي الا في شؤون الشرق الاوسط، على غير ما ورد عنه وما ابلغ لنا من انه يجانب الكلام عن الشرق الاوسط. يجانب ده تعبير من تعبيرات فوزي الشهيرة قوي. وبعدين بيقول تكلم كيسنجر، ما سابش، مش سايب وقت، تكلم كيسنجر عن انه محادثات الدول الاربعة اللي بتتكلم في الشرق الاوسط دي ما بتوصلش نتيجة، ويعني هو انتوا عاوزين حل يفرض من الخارج ولا انتوا عاوزين حل انتوا تتوصلوا اليه؟ كل ده فوزي بيسمع. وبعدين بيقول له انه ما فيش بديل انه الاطراف تقعد تتكلم. وبعدين بيقول له سألني، ده كله في لحظة الانتظار، سألني عما إذا كان ممكن تصور اعتراف في الدول العربية بوجود إسرائيل، فأجبته بمثل ما ذكرت رئيس وزراء بريطانيا من أننا مستعدون للاعتراف بحدود آمنة كما جاء في قرار مجلس الأمن، ولا يمكن أن نعترف بحدود لشيء غير موجود لأنه إسرائيل ما عندهاش حدود. بعدين سأل عن مدى فعالية العمل الذي وصل إلى الأربعة، السلام إلى آخره. وبعدين فوزي يلاحظ ان هنا نحن امام رجل قال في الاول وابلغنا رسميا انه لا دخل له بالشرق الاوسط، لكن هو موجود هنا، واحد ما بيتكلمش الا عن الشرق الاوسط حتى في لقاء تمهيدي وسط مراسم. وبعدين دخل حضر معاه المقابلة المحددة له مع رئيس، اول مقابلة له. بعدين ألاقي فوزي بيقابل بعد كده روجرز، وروجرز بيتكلم في التسويات الموجودة، لكن واضح أن روجرز يدخل في الصياغات، بيقول نريد سلاما ولن نعطي إسرائيل حق فيتو على تصرفاتنا، وبيتكلم على إيه القضايا المعقدة، مشكلة اللاجئين وممكن نشوف لها حل. لكن في واحد بيتكلم الغير مختص أو الغير مهيأ أو الغير مكلف بكلام الشرق الأوسط كما أبلغ لنا رسميا، بيتكلم في صميم الموضوع. وروجرز وزير الخارجية بيتكلم في الإجراءات وفي الصياغات. وبعدين تيجي مقابلة تانية، طبعا فوزي هنا قابل ملك حسين، ملك حسين كان موجود في واشنطن لأنه كان مهم تنسيق الجهود، والملك حسين كان واخدانا وبات تفاؤل في ذلك الوقت وانه ممكن جدا مع الاداره الجديده، وبينصح الدكتور فوزي بانه مصر تعيد العلاقات مع امريكا لانه لابد نتكلم معه، انه هذه فرصه تاريخيه وقبل القطار ما يقوم، ودي كانت اخر عربه في القطار، وده كان دايما تعبير محبب عند الملك حسين في ذلك الوقت، نلحق باخر عربه او لا نلحق. وبعدين الاقي مقابله مع كيسنجر. دكتور فوزي طبعا احس انه كيسنجر ما هوش بعيد عن الموضوع زي ما كان بيدعي وكما أبلغنا، فبيروح يقابله، بيطلب موعد معه وبيقابله. بيقول له أولا هل في فرصة لتحسين العلاقات بيننا وبينكم؟ فالدكتور فوزي بيرد طبعا في فرصة. بيقول له هل أنتم راغبين في السلام؟ بيقول له إحنا قبلنا قرار 242 لكن قابلين بالسلام ولدينا في شروط. يقول له
كيسنجر. طيب ايه اللي انتم مستعدين تدوه؟ فبيقول له رد عليه فوزي يقول له انا لا استطيع ان اقول لك انا مستعد ادي ايه الا اذا عرفت ماذا لدى الطرف الاخر، لانه هذا الطرف يحتل اراضي ويضغط علي، وانا قبل ان اقول له ماذا استطيع ان اعطيه اريد ان اعرف ماذا هو مستعد انه يمشي منه. اول حاجه الاراضي المحتله. بيقول كيسنجر لازم تعرفه باستقراء التاريخ انه كل حرب في التاريخ انتهت بالناس يقعدوا على مائده. فبيقول له فوزي بيقول له انا دارس تاريخ وعارف وكل الناس ممكن تقعد على مائده، لكن لا احد يستطيع ان يجلس على مائده الا اذا تغيرت او بدا واضحا ان هناك حقائق سوف تتغير على الارض. فنحن لا نستطيع ان نناقش اي شيء في واقع الامر. يسألوا بقى سؤال في بالغ الأهمية، وأنا بعتقد أنه له تأثير على ما هو جاي، لأنه من بعيد بيديني ظلال لما هو جاي. بيسألوا هل ممكن إذا تناولنا دلوقتي إسرائيل لوحدها لكن قدامها أطراف عربية متعددة، ولا تستطيع إسرائيل ولا تقبل أن تتفاوض مع كل هؤلاء مجتمعين، ما هي فرصة أن إسرائيل تتفاوض أو تتحادث أو الجهود تبذل إحنا نتحرك وأي طرف عربي يتحرك معنا كل دولة عربية على حدة؟ ففوزي يقول له أنه هذا مش ممكن، غير مقبول. نحن دخلنا معا، نحن مرتبطين بمصير واحد، ونحن لا نستطيع أن ننفرد بأن إحنا لوحدنا نتكلم أو نقبل أنه جبهة وحدها تطلع وتخرج. فيقول له كيسنجر إيه؟ يقول لكن سوريا مش قبل قرار مجلس الأمن 242. فالدكتور فوزي يرد عليه بيقول له إذا توصلنا إلى قبول مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي فأنا لا أظن أن سوريا حتى وإن لم تكن قد قبلت قرار مجلس الأمن سوف تمانع أو سوف تعارض أو سوف تعترض أنها تسترد الجولان. يلتفت كيسنجر هنا يقول طب هسألك سؤال. الملك حسين بيبدو قلق جدا، ويبدو أن ظروف الفدائيين عنده في بلده وأحواله كلها وأحوال الأردن والأردن لوحده، يبدو أن الملك حسين مستعد لحل منفرد وحده. فهل أنتوا إذا حدث أن الملك حسين قبل وإذا استطاع تمرير هذا الحل، هل يمكن أن مصر تبقى بعيدة ولا تعترض حق الملك حسين في خطوة منفردة لوحده؟ فوزي بيقول له نحن من أنصار أن يحصل الملك حسين على كل حق، ولكننا نرى أن هذا لابد أن يتم في إطار شامل، لأنه نحن هي قضية واحدة. صحيح أنهم جبهات مختلفة، لكن هذه الجبهات المختلفة العربية المختلفة كلها متصلة بنفس القضية، وهي قضية فلسطين إسرائيل يعني في هذه اللحظة كقوة احتلال. لكن ألاقي هنا كيسنجر واضح شديد الوضوح. في ذلك الوقت ما كناش متأكدين ان هو بعد كده هو اللي هيمسك ب 99% من اوراق الحل او اوراق حل قضية الشرق الاوسط، لكن هنا ومبكرا 69 ظل بيتكلم على واحد انتوا مستعدين تعمل تدوا ايه قبل ما نقول هم عيدونا ايه. وبعدين لأن إسرائيل محتاجة طمأنينة نفسية بالدرجة الأولى، جبهة إسرائيل مش هتخش تتكلم مع كلكم مرة واحدة، مش هتقبل إن كلكم تقعدوا قدامها. وبعدين عاوز ياخد دولة عربية واحدة وفي ذهنه في ذلك الوقت إنها الأردن، ولم يكن أحد يتصور فيما بعد ولا في أي كابوس في الدنيا إنه هذه الدولة اللي سوف تنتزع سوف تكون مصر على أي الأحوال. لكن هنا في فوزي يكمل مقابلاته ولاقي كيسنجر معاه بيتكلم على نزع سلاح سيناء مبكرا. بيقولوا ايه المناطق المنزوعه ضمن الطمأنينات اللي ممكن تدوها لاسرائيل. وبعدين كلام فوزي تقريره وهو في 5-6 صفحات يلمح فوزي ايضا انه كيسنجر مهتم بالدرجه الاولى بأمن إسرائيل، لكنه العنصر الشامل لده كله هو المواجهة مع الاتحاد السوفيتي. في ذهنه باستمرار حس فوزي أنه
كيسنجر في ذهنه باستمرار أكثر من أي قضية تفصيلية هي الاتحاد السوفيتي، ماذا يفعل مع الاتحاد السوفيتي؟ وكان لأي حد أرى حاجة عن هنري كيسنجر من اللي كتبها هنري كيسنجر، وبالذات كتابه الشهير World Restored، عالم يعاد بناؤه، واللي هو كتبه عن فترة الحلف المقدس في أوروبا سنة 1814 و15، وأنه تضمن إعادة رسم خريطة أوروبا بالفعل، وقيام ممالك وسقوط ممالك وتغيير حدود إلى آخره. أي حد كان أرى وقتها، أنا كنت واحد من الناس اللي أروا الكتاب، لكن لم أتخيل أنه اللي ركز فيه هنري كيسنجر في كتابه على World Restored، على عالم يعاد بناؤه، وعلى الدور اللي عمله من التاريخ الوزير الأول النمساوي في ذلك الوقت، وقد أعاد رسم خريطة أوروبا في واقع الأمر. ما كناش نتصور في ذلك الوقت أنه ممكن على حال، كان حاجة بعيدة جدا لا تخطر على بال حد. تقارير فوزي تمشي بوضوح، قابل نيكسون مرة تانية، نيكسون رجع من عملية أيزنهاور ورجع، ولاقي أنه كيسنجر موجود مع نيكسون لوحده وروجرز مش موجود، واجتماع في المكتب البيضاوي في فوزي والرئيس الجديد وكيسنجر، وموجود عن الخارجية جوزيف سيسكو وكيل الخارجية، ولكنه وزير الخارجية مش موجود. كل ده لفت نظر فوزي. بدأ فوزي يعمل في تقرير وهو 5 صفحات ماذا جرى بينه وبين نيكسون، لكن واضح أنه الأسئلة معظمها بيوجهها كيسنجر، بيتكلم معاهدة سلام، معاهدة صلح ازاي، احنا مش مستعجلين لعودة علاقات، اذا كنتوا فاهمين لعودة علاقات معاكم مسألة مهمة احنا عاوزينها، لكن ما هيش قوي، لكن نرجوكوا ان كنتوا تفكروا في صورة شاملة. طيب، وفكروا في التسوية الشلبية، فكروا في برضو مرة تانية هتدوا ايه، فكروا، لكن كيسنجر بيبدو واخد دور أكثر مما توقع أحد. وبعدين فوزي خلص تقريره وبيشوف يوثنت وبيكلم مع يوثنت في حاجة مهمة قوي، لأنه بيدي يوثنت تصوره لشكل الوصول إلى تسوية طبقا لقرار ميكسون. واقتراح فوزي في ذلك الوقت هو أنه لا يمكن نقعد مع إسرائيل، صعب قوي نقعد معهم في محادثات مباشرة، وأنه الحل الوحيد في رأي فوزي واللي بيتكلم فيه مع سكرتير عام الأمم المتحدة، إنه إحنا نكتب ورقة نمضيها بما نتصوره من ترتيبات السلام ما بعد الانسحاب، وإسرائيل تدي ورقة أيضا تتضمن معنى الانسحاب. إحنا بنحط تصورنا للتسوية السلمية، وهم بيحطوا تصورهم للانسحاب الكامل من كل الأراضي، وإن إحنا الاثنين كل واحد يروح في وقت مختلف وفي يوم مختلف، ويوقع وثقته في مكتب السكرتير العام، ورقته في مكتب السكرتير العام، لأنه مستحيل أن يجتمع الطرفين في مفاوضات مباشرة. ألاقي تقارير فوزي في الآخر، آخر تقرير لفوزي بيقابل ريتشاردسون، إليوت ريتشاردسون، وهو مساعد وزير الخارجية في ذلك الوقت، وقلت أنه بعد كده بقى وزير خزانة، وبيسأله ويليام ريتشاردسون سؤال أنا بعتقد أن إجابة فوزي عليه في منتهى الأهمية، بيقول له أرجو أن تكون زيارتك هنا ممتعة ومثمرة. قلت له أنها قد تكون ممتعة ولكنها لم تكن مثمرة، لأنها إذا كانت مثمرة فقد كان يجب أن تكون مفيدة، وأنا لا أظن أنها كانت مفيدة من ناحية النتائج العملية لأنها لم تكن مثمرة. بيقول له وما أظن أنها كانت. وبعد تقريره جاء فوزي إلى القاهرة وجاء قابل جمال عبد الناصر وبدأ يضع تقاريره. أنا حضرت جزء من هذا الاجتماع وحضرت كله في واقع الأمر، حضرت اجتماع فوزي وجمال عبد الناصر كله. وفوزي هنا بيقدم تقريره، أو بيقدم، هو كان بعد تقاريره كلها 19 تقرير، أنا بعتقد أنها مما تفخر به أي دبلوماسية في العالم وتعتز به أي سياسة في التعبير عنها، لأنه احنا وزراء الخارجيه مش مساله انه يتكلموا علاقات عامه او يتكلموا دفعوا عن سياسات راهنه او يقولوا خطب وتصريحات ومؤتمرات، مش هو ده. كيف يمكن ان يطل وبعمق على ما في عند الطرف الاخر؟ يجي فوزي بيقابل جمال عبد الناصر ثم يحاول ان يضع انطباعاته
لاحقة لتقاريره وبعد تقاريره من واشنطن، لكن هو بيقول إيه في ملاحظات، بيقول أنه وقد رأى الجميع لا يظن أن السياسة الأمريكية سوف تتغير في المستقبل المنظور وفي ظل الأوضاع الراهنة. اثنين، أن الإدارة الأمريكية سوف تستمر في إطلاق هو سماها وقتها The Necessary Noises، الأصوات الضرورية يعني والإشارات المحية، وعلينا أن نتابع باهتمام ولكن ليس لنا أن نتوقع تغييرات. وبعدين الحاجة الثانية لفت نظره، العلاقات مع السوفيت هي شاغل الفكر الاستراتيجي في الإدارة الجديدة، والشرق الأوسط داخل في دائرة هذا الصراع. وبعدين أربعة، يلمح أن هناك معركة في الإدارة على من يتولى أزمة الشرق الأوسط، روجرز أو نيكسون. ومع أن نيكسون وزع الاختصاصات وقرر من باب طمأنة العالم العربي أن يبعد كيسنجر عن أزمة الشرق الأوسط ويحصرها في روجرز، فإن رأيه أن كيسنجر وكما يبدو من تصرفاته وبصرف النظر عن أي أقوال سمعناها هو الرجل الذي يريد أن يمسك بأزمة الشرق الأوسط، لكنه يتحين الفرص. وبعدين في رأيه في الآخر أن قضيتنا كانت ولا تزال مرهونة بما نستطيع نحن أن نوفره وراءها من عوامل قوة محسوبة ومن عوامل ضغط مؤثر. وبعدين بيقول أنه لفت نظره في كلام كيسنجر أشياء لها معنى أو قد يكون لها معنى، وبالفعل كان لها معنى. في حاجة هنا في وقتها ما كناش واخدين بالنا أظن بالدرجة الكافية بين صراع محتدم بين روجرز وزير الخارجية اللي اختاره نيكسون وبين رجل مستشار الأمن القومي وهو هنري كيسنجر. هنري كيسنجر كان شخصية غريبة قوي، كان شخصية غريبة جدا أن يستعين بنيكسون. أول حاجة، كيسنجر كان المساعد الرئيسي لروكفيلر، لنيلسون روكفيلر اللي كان مرشح الحزب الجمهوري قدام نيكسون، ونيكسون فاز عليه بمعجزة في الآخر. فالراجل ده أخذ مستشار أول لخصمه وخده معاه. الحاجة الثانية أنه كيسنجر كان راجل عنده كل ما فيه يعارض شعور مشاعر نيكسون، وأنه ياخده مسألة غريبة قوي. الحاجة الأولية أنه نيكسون كان بطبيعته بيكره المثقفين، وهو يعتقد أن المثقفين أو الجامعات في أمريكا وفي حتى في من وقت أيزنهاور وحتى من وقت بيراقب من بعيد في وقت كينيدي وجونسون لعبوا دورا معادي لكل اللي كان بيعمله نيكسون أو لكل اللي بيتصور نيكسون، لأنه نيكسون يمين بقسوة. حاجة أخرى، أنه نيكسون معروف عنه عداء شديد لليهود، لدرجة أنه حتى في التسجيلات السرية اللي كان في مكتبه أنا شايف قدامي حاجة بيقولها هو على اليهود وقد استعملت ضده بقسوة. بيقول لمساعده هالدمان، بيقول له، والكلام ده كان إمتى؟ سنة 1971 وهو في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي وبقاله سنة ونص في الحكم. بيقول لمساعده المقرب منه، بيقول له كل الناس دول، كل الناس اللي في إدارة حوالينا they are Jews، كلهم يهود. وبعدين بيقول له كل واحد يهودي. ايه ده؟ ايه اللي حاصل في الاداره دي؟ رئيس اداره التخطيط ليسلي جالب يهودي. ده الراجل ده ليسلي جالب ده رئيس مجلس العلاقات الخارجيه الامريكيه في هذه اللحظه. مجلس العلاقات الخارجيه الامريكيه ده هو رمز المؤسسه الحاكمه في امريكا، واحد من قمم المؤسسه الحاكمه. وبعدين بيقول له، وبعدين مساعد وزير الدفاع مورتون يهودي. هالبرين اللي بيشتغل في التوجيه السياسي وفي الخطط وضع الخطط يهودي. وهنا الرئيس بيشتكي من كل هؤلاء اليهود دون أن يذكر اسم في ذات تلك المرحلة، دون أن يذكر اسم أنه مساعده الأول يهودي. وبعدين هو قال عليه ذات جو بوي، هذا الولد اليهودي، في تسجيل برضه. لكن بيقول له يا أخي حاجة غريبة قوي، ده الرئيس بيقول لمساعده، بيقول له كل اليهود مولودين جواسيس. ولو تلاحظ ايه ده، ايه كل العدد ده من اليهود اللي حوالينا في كل مكان، نعمل ايه فيهم دول؟ فكيف هذا الرجل بهذه المشاعر قدام اليهود؟ ازاي جاب
ومش بس جابوا مستشار وقد أعطى صلاحيات إلى درجة أنه في مذكرات هنري كيسنجر، في الكتاب الأول من مذكراته Years of Upheaval، سنوات القلاقل، هنري كيسنجر بيقول لما جاء نيكسون يختار إدارته الجديدة، هو هنري كيسنجر كان أول تعيين، وأنه فوجئ أنه هو أول تعيين وأنه نيكسون اختاره على أي حال يعني. لكن بيقول أنه نيكسون قال له أنا هجيب وزير خارجية وهو ويليام روجرز، وده كان شريكي في المحاماة، وده كان شاطر جدا في التفاوض لكن ما عرفش حاجة أبدا عن السياسة الخارجية، وأنا جايبه معايا وقاصد أنه أجيب وزير خارجية ما عرفش حاجة عن السياسة الخارجية، لأنه أنا عاوز السياسة الخارجية تتركز في البيت الأبيض، أي في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أي في يد رئيسه وهو مستشار رئيس الأمن القومي. وهنا تبدو تصرفات نيكسون غريبة جدا، كأنه رجل من خارج المؤسسة وتكرهه المؤسسة، كل المؤسسات كانت تكرهه الحقيقة يعني، لكن كأنه كان راغبا في إرضاء روكفيلر، كأنه كان راغبا في إرضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، كأنه كان راغبا في إرضاء كل حد في مراكز القوة الحقيقية في الولايات المتحدة، فجاب رجل يطمئن الجميع وهو يكرهه، لكن جاب وداله سلطات البيت الأبيض بطريقة غير طبيعية، رغم أنه ويليام روجرز شهادة لله يعني، وأنا بعرفه، كنت بعرفه من بدري، لأنه هو مش بس كان محامي شهير لكن أيضا كان محامي الواشنطن بوست، جريدة الواشنطن بوست، وكان صديق للسيدة كاثرين جراهام، وهي اللي قالت لي عليه لأول مرة، صاحبة الواشنطن بوست، وكان عضو مجلس إدارة الواشنطن بوست، وكان ومهتم وحقيقة يعني، لكنه بشكل أو آخر كان راجل، هنا كان في راجل عنده ديسنسي، عنده على خلق بشكل أو آخر، ومستعد يبقى يمارس سياسة بشكل متوازنة بشكل ما، لكن من أول لحظة في واقع الأمر هو نحي. فوزي لمح هذا كله. أنا بقى عاوز أقول أنه بين معايير الدبلوماسية المهمة، كيف أقيس دبلوماسي وأقول له قيمة وفعل شيئا أو لم يفعل؟ أن أراجع، بعدين بنشوف الوثائق، فأنا أشوف اللي قاله فوزي في وقته في زمانه، وبعدين براجع الوثائق بعد 30 سنة، وحسن حظ ربنا ادانا العمر نقدر نشوف دي، ونشوف إلى أي مدى بشأن ما كان جاريا في الداخل وما كانش ممكن لفوزي يعرفه، لكن كيف لمح فوزي بعض الحقائق، ثم كيف تطابق ما لمحه مع الحقائق اللي كانت جارية قدامي ونحن نقرأ الوثائق فيما بعد. لما أشوف اجتماعات مجلس الأمن القومي، أول اجتماع ألاقي كل اللي بيقولوا، كل اللي لمحوا فوزي مبكرا كان موجودا كله في مناقشات مجلس الأمن القومي، ألاقي هنا قدامي في اجتماعات مجلس الأمن القومي على طول ما يزكي، مش بس ما يعني ما يهمنيش إذا كان يزكي فوزي أو ما يزكيش، هذه قضية ثانوية، لكن ما رآه فوزي، ما لمحه فوزي في ذلك الوقت هو اللي بيعنيني، لأنه نحن فيما بعد رأينا أثر هذه السياسة. ألاقي بحاضر اجتماع المجلس الأمن القومي قدامي وهي قاطعة، أول وثيقة فيهم واحدة بتقول نيكسون هنا في يخشى هنري كيسنجر فيما هو واضح قدامي من أنه روجرز يبتدي يتصرف أو الخارجية يبتدي يتصرف، فيبتدي يطلب من وزارة الدفاع ومن مخابرات ومن مخابرات CIA، يبتدي يطلب تقرير عن رأيهم فيما حط لهم أسئلة، 5 أسئلة، يطلب إحنا عاوزين إيه بشكل بالضبط، حددوا لنا المصالح الحيوية، حددوا لنا القوة النسبية لكل طرف نحن نتفاوض معاه، حددوا لنا السوفييت فين بالضبط لأنه بيهمونا، حددوا لنا النقط المهمة التي ينبغي لنا أن نحافظ عليها في موقفنا الجاي. الوثيقة الثانية في مجلس أمن القومي، اجتماع، محضر اجتماع، وهو في اعتقادي مثير جدا، لأنه هنا الرئيس الجديد قاعد، كلهم قاعدين بيتكلموا معاه، وهو يناقش كل أوضاع الشرق الأوسط وكل أوضاع المنطقة ويسأل أسئلة، ولقي هنري كيسنجر قاعد تقريبا يوجه الأسئلة. ألاقي مثلا في سؤال غريب قوي في ذلك الوقت، السؤال إيه مدى أن السوفيت يبقوا داخلين في الموقف أكتر من كده؟ هل في احتمال بوجودهم بالأسطول السوفيتي قدام الأسطول السادس في البحر الأبيض، هل ممكن يقدموا على مناورة أكبر؟
رد كيسنجر يقول له ايه؟ ماذا يحدث لو ان الاسرائيليين ضربوا السد العالي ونسفوه؟ ايه العلاقه بين ده؟ طيب وبعدين الاقي المواقع الحساسه المهمه بالنسبه له ليبيا، حافظ على القواعد الامريكيه في ليبيا، لانه حافظ على القواعد الامريكيه في ليبيا، حافظ على القواعد اللي في مناطق الخليج، حافظ على وجود الاسطول، الاسطول السادس في البحر الابيض، وخليه اقوى من اي حاجه تانية لانه قد نحتاج اليه في مواجهه قادمه. معنى ليبيا، قواعد ليبيا، معنى قواعد الخليج، معنى الاسطول فوقي في الشمال، معنى اسرائيل موجوده في سيناء، انه انا قدام راجل يحاول ان يحاصر، مش بيحل. وبعدين الاقي بيسال عن لبنان، ايه اللي حصل؟ اللي يقدر الاسطول الامريكي يتدخل في لبنان بسرعه، يقدر ايه الوضع؟ ايه علاقه مصر بالجزائر بالضبط؟ هل ممكن نعمل حاجه في الجزائر؟ هل ممكن نستطيع؟ بيقول له مصر ما فيهاش هي قواعد السوفيت، الجزائر في ميناء مرسى الكبير في عدد من الخبراء موجودين في القاعده، في القاعده البحريه. لكن الاقي في اسئله عماله تتسال. وبعدين الاقي انه الاتجاه في القرارات انه لابد ان ننتظر. هو صحيح انه جالنا جس نبض من جانب مصر وبيبحثوا، لكنه علينا ان ندرك انه هناخد قدامنا، ما فيش داعي العجلة تقريبا، دع بعض المسائل تنضج، لان هم جايين، العرب جايين او متصورين في تغييرات، وهذا باين قدامنا من كلام الملك حسين، اصبر بعض الشيء وانتظر بعض التفاعلات. الاقي انه انا قدامي اداره مختلفه، قدامي اداره الصراع السوفيتي مؤثر عليها اكثر من اي اعتبار اخر، الاقي قدامي حد في الاداره الامريكيه مسؤول عن توجيه الامور ويلمح فوزي، ولاقيه في الوثائق وهو هنري كيسنجر، ولاقيه بيعمل حاجه ملفته للنظر يعني. وبعدين انا هنا قدام اي رئيس جديد مهما كانت نوايا، هو وروجرز واي حد تاني، اي رئيس جديد محدش جاي يفرض سياسه، محدش، مفيش رئيس جديد يجي يفرض سياسه، في سياسات ثابته للدول وهي بترسمها مصالح جغرافيا والتاريخ وامن والى اخره، لكنه هذه المصالح ثابته. بيجي اي رئيس جديد بيعمل ايه؟ اي رئيس جديد اول حاجه تبدا، وانا شايف ده قدامي في مجلس الامن القومي، ده هنا قدامي رئيس يلقن دروسا، رئيس مش جاي يعلم حد، لا، رئيس رايح يتعلم، وده يفهمنا حاجة بشكل أو آخر عن أوباما، تصورنا كلام. لكن كل رئيس يدخل مش جاي يفرض على الإدارة الموجودة ولا على السياسة الموجودة ولا على الاستراتيجية الموجودة ما يشاء ويهوى، لكن هو جاي يتعلم. قصارى ما يستطيع أن يفعله هو أن يعطي نبرته هو في التعبير عن هذه السياسات المستمرة والدائمة. في آخر حاجة ألاقي السياسات المستمرة والدائمة، ألاقي برقية واحدة من بيرجس، من السفير بيرجس. السفراء الأمريكان في العادة أربع أنواع، في السفراء الدبلوماسيين الطبيعيين العاديين، موظفين عاديين، في السفراء المتصلين واللعب وأدوار مع المخابرات، وبعدين في نوع ثالث هم مخابرات من غير مناقشة، هم مخابرات مخابرات، وبعدين في التعيينات السياسية. بالنسبة لنا إحنا النموذج الدبلوماسي التقليدي المحترف هو كان باتل، كان السفير لوشيوس باتل. نموذج المتصل بالمخابرات كان أخونا بيرجس. نموذج اللي كان هو مخابرات، رئيس وكالة المخابرات السابق ريتشارد هيلمز، اللي عين تقريبا في هذا الوقت سفيرا في إيران لكي يقود معركة مستقبل الشرق الأوسط، وبتكليف من هنري كيسنجر واختياره. ألاقي بقى برقية، وهنا بتوري الاتجاهات الثابتة بقى في الإدارات، ألاقي برقية من بيرجس مطلوب من دونالد بيرجس، قائم بالأعمال المقيم في القاهرة واللي كان بينفذ سياسات معينة قبل الإدارة وحينفذها بعد الإدارة، كان موجود وقت جونسون وموجود بعد جونسون وفي وقت نيكسون، فبعت لهم بيقول لهم إيه من القاهرة، بيقول من القاهرة ببساطة كده: إنني أعتقد أنه سوف يكون هناك وقت طويل قبل أن نستعيد مع ناصر أي علاقات قائمة على الثقة، وربما لا نستطيع تحقيق ذلك مع نظام ناصر،
وسوف يكون علينا انتظار خليفته his successor. أظن أنه بهذا تبدو صورة واضحة لإدارة في أول عهدها، فيها واضح تماما عوامل الاستمرار وعوامل إمكانيات التغيير، لكن تغيير في النبرة، لكن لا يزال في انتظار خليفة لجمال عبد الناصر. صباح الخير.